محدش ينكر ان الحضانة بنعتبرها البيت التاني للأطفال، وده لانها مرحلة مهمة جدا بتجهزهم وتعدهم لمرحلة المدرسة. النهاردة ان شاء الله نتعرف عن هذا المشروع، وهو مشروع حضانة أطفال من خلال قناة مشروع كل يوم. هنتكلم على أهمية دور الحضانة والشروط اللازمة والتراخيص اللازمة لفتح حضانة وكيفية تجهيز الحضانة داخليا والتكاليف أو متوسط التكاليف والمناهج المطلوب تدريسها وأهم الأشياء اللي بتخلي حضانة متميزة في النهاية بيخلي مشروعك من المشاريع الناجحة. الحضانات الحديثة بتعتمد على أدوات تعليمية كتير جدا جديدة ومبتكرة ومتميزة عشان الحضانة تكون ناجحة، منها أدوات المنسوري، ودي أدوات مهمة جدا وجديدة في التعليم الخاص بالحضانات. أدوات بتعتمد إن الطفل يشارك بنفسه في الأدوات، يشوف بنفس الأدوات ويلمسها ويحركها، لأنها بتعتمد على الألوان بيكون شكلها مبهر وجذاب للطفل، وده بيساعد في تنمية ذكائه بشكل كبير. الحضانة لازم يكون فيها أكتر من حاجة مهم زي الرحلات بشكل مستمر، حفلات ترفيهية للأطفال، وكمان منطقة الألعاب الترفيهية موجودة زي الألعاب اللي حضراتكم شايفينها. لازم تكون ديكورات المكان ألوانها مبهجة ومرحة عشان الأطفال بيحبوا الألوان قوية بتحسسهم بالسعادة والطاقة الإيجابية. عشان نبدأ مشروع حضانة ناجح في أكتر من حاجة لازم نعرفها. أول حاجة لازم نحدد مكان الحضانة يكون صحي وآمن ومناسب للأطفال. تاني حاجة نبدأ في إجراءات ترخيص الحضانة. تالت حاجة نجهز طقم العمل أو طقم التدريس اللي هنشغل بيه الحضانة. رابع وأهم حاجة هو إنك تحدد الأدوات والأساس الخاص بالحضانة. لازم تعرف هتجيب الحضانة هتفرشها إزاي، الألعاب الترفيهية تكون عاملة إزاي، وكمان الأدوات المنسوري هتكون إزاي. آخر حاجة هي التسويق. لازم تعرف تسوق لحضانتك كويس وتشتغل على التسويق كويس عشان تعرف ناس بالحضانة وليها مميزة عن غيرها من كثير من الحضانات. نتكلم على التسويق للحضانات، بس خلينا قبل ما نبدأ نوضح ثلاث حاجات. النقطة الأولى إن لو عندك حضانة أو مسؤول عن تسويق حضانة فلازم تكون مش بتسوق لمنتج، أنت بتسوق لخدمة، وبالتالي لازم يكون في دليل ملموس على جودة الخدمة اللي حضرتك بتقدمها. النقطة الثانية أنت مش بتقدم بس خدمة، أنت بتقدم تجربة عميل كاملة، بداية من شاف اعلانك وكان عامل ازاي، شكل المكان، ديكوراته، موقعه، وصولا للتجربة الفعلية مع ابنه لما جاب الحضانة عندك، انتهاء بتقييم مدى رضا العميل. فانت بتقدم رحلة متكاملة مش بتقدم مجرد خدمة مختصرة على حيز معين. النقطة الثالثة، الاب او الام ولي الامر مستعد جدا انه يدفع مبلغ مش قليل في مقابل انك تدي ابنه خدمة متكاملة، يعني خدمة يكون مستمتع بيها في نفس الوقت بيتعلم ومهاراته بتنمو وبتتطور. فما تبخلش في مقابل ان انت بتوفر في فلوس في حاجات هي في صلب الخدمة بتاعتك. تعالوا نبدأ نتكلم على بعض الافكار اللي ممكن تساعدك في التسويق الفعال للحضانة بتاعتك. رقم واحد، اختار مكان الحضانة صح. وفقا للشريحة المستهدفة هتختار المكان، يعني لو انت في المدينة اللي انت فيها تستهدف الشريحة الاعلى دخلا، فبالتالي لازم يكون المكان يكون مقنع للشريحة الاعلى دخلا. بعد كده لما يوصلوا المكان لازم يكون مكانك اللي هو الحضانة او الروضة تكون مجهزة صح، يافطة معمولة صح، مدخل مظبوط، ديكورات مصروف عليها كويس، منظمة مرتبة، تدي الانطباع المناسب للفئة فعلا، يعمل لهم نوع من الإشباع، هم حاسين فعلا المكان ده هو المناسب أو اللي كانوا بيطمحوا فيه أو بيدوروا عليه. فاختيار المكان مهم جدا جدا على النقيض لو أنت بتعمل حاجة اقتصادية تكلفتها محدودة، فما تروحش تروح في مكان عالي الإيجارات عالية يكون عليك بعيد عن الفئة اللي أنت مستهدفها أصلا. لا، روح في مكان معقول يناسب الفئة اللي أنت هتستهدفها وديكوراتك مظبوطة، مش هيكون مغالي فيها، مش تكون حاجة فخمة، تبقى حاجة بتدي انطباع على مستوى الحضانة، على مستوى أن الفئة المتوسطة أو دون متوسطة بتبحث عنها. نقطة تانية، الحضانة لازم تكون مرتبة وجميلة، ودي تفرق كتير عن النقطة الأولى. النقطة الأولى احنا بنتكلم عن الموقع، بنتكلم عن الشكل، لكن هنا بنتكلم على السمة لازم تكون موجودة في كل الحضانات. الحضانة تكون مترتبة مظبوط، منظمة، شكلها جميل، لما ندخل أحس براحة نفسية. الراحة النفسية والنظام والترتيب مش مرتبط انت صرفت كام على المكان، لكن مرتبط باللمسات اللي انت حاططها في المكان، السيستم اللي انت حاطه. لما بدخل اماكن كده بقى فيها مستريح قدام منظمه واخترت الالوان صح ورتبت العناصر في حضانه بشكل مظبوط، ولا الدنيا ملخبطه ومش مظبوطه والمس بتجري ورا طالب والسكرتيره طالعه تزعق في معرفش مين، الدنيا متلخبطه. فحاول تخلي الدنيا مترتبه وجميله. النقطه الثالثه، اعمل اختبارات قبول الاطفال،
يعني تحط مجموعة معينة من المعايير، هذه المعايير حاطة بالأطفال اللي يلتحقوا بالحضانة عندك، وبالتالي أي طفل ما تحققش المعايير لا قول للأسف لولي الأمر ممكن ما يكونش مكان مناسب لابن حضرتك، ممكن يكون في مكان لحضانات أخرى هي أنسب. فهذه المعايير هي اللي أنت بتخليها على أي طفل عندك، لما بيتم تطابق المعايير مع الطفل خلاص كده الأمور تمام بالنسبة لك وهتم قبوله، خلاف كده ارفض وحاول يكون عندك الشجاعة أنك تقول لا بس بأسلوب مهذب ولائق. النقطة الرابعة حدد كثافة الفصول، يعني مثلا حط الفصل عندي لا يزيد عدده عن 15 طفل وده خط احمر، واضغط على النقطه دي تسويقيا ان انت الاعداد عندنا محدوده، الحد الاقصى 15، مفيش بنتجاوز هذا العدد، بالتالي هيبقى في تنافس من اولياء الامور ان عايز ابني يبقى موجود ضمن العدد المحدود اللي بيخلي المدرسه او المعلمه او المسؤول عنه تقدر تتابع العدد عن قرب، وبالتالي تقدر تطور مهاراته وتكتشف المشكلات اللي عنده وتعالجها. النقطة الخامسة، كل طفل لازم يكون له ملف، الملف ده طبعا معلومات أساسية الموجود في كل الحضانات، بالإضافة كمان لنقطة تانية وهي المعلومات المتابعة للطفل، متابعة التقدم الدراسي للطفل مثلا، بحيث لما يجي لك الأب مطلع له ملف وتوريه له، الملف ده فيه نسختين، نسخة سوفت موجودة على اللابتوب أو الكمبيوتر اللي عندك، ونسخة تانية هارد نسخة ورقية، تبدأ توريها ولي الامر اللي جاي لك وتوضح له قد ايه انت متابع ابنه وانت قد ايه انت مهتم بابنه، ليه ملف خاص بيقيس فعلا مدى تطوره في الحضانه. النقطه السادسه، المتابعه مهمه جدا، يعني انا كولي امر هبقى مبسوط لما الاقي ان انت مثلا كل اسبوع وكل شهر يبقى في تواصل هاتفي بتقول لي مدى تطور ابني في الناحية التعليمية، سلوكه في الحضانة عامل ايه، بتسألني عنه في البيت عامل ايه، بتاخد تقييمي للحضانة، مدى التقدم اللي انا ملاحظه على ابني، لو في اي مشكلات بتسمحها مني. انا كده هحس دايما ان في تواصل مستمر من وقت لاخر، وانت بتبعت لي الابديتس كمان على الواتس، ولو انت في حاجة عايز تبلغني بيها غير مكالمة هاتفية انا كده بطمن ان في حد مهتم بابني وبيديله رعاية اللازمة ليه. النقطة السابعة، المتابعة الطبية والنفسية مهمة للغاية، يعني لازم تكون متعاقد مع طبيب اطفال طبيب نفسي، يبقى في جدول زيارات ودايما يكون في متابعه مع ولي الامر، يعني طبيب الاطفال لو جاي لقى طفل عنده شويه برد جاي طبيب الاطفال يتواصل مع الاب او الام، مع حضرتك دكتور كذا من حضانه كذا النهارده احنا كنا بنكشف على ابن حضرتك فعنده مثلا برد، انا بعت لك روشتة معاه في الشنطه مثلا، ولو سمحت خلي بالك انك تاكله كذا، في حاجه في اهتمام، انا كده حسيت في اهتمام بطفلي من الحضانه دي. الناحيه الثانيه الطبي النفسي، في متابعه اول باول لما الاقي في حاجه مش مظبوطه ابدا اتواصل مع الاب والام، ان انا لاحظ ان ابنك عنده النقطه دي مش صح، فساعدنا عشان نبدا نعدل في سلوكه ونبدا نعدل الخلل النفسي الموجود عنده او نخليه افضل في الجانب الفلاني كده. انا بحس دايما في متابعه، وتابع المتابعه دي لازم تسجل كمان في ملف احنا اتكلمنا عنه، يبقى كده في تطور طبي وتطور نفسي وتطور تعليمي للابن، كل ده بيسجل في ملف الخاص بيه. النقطه الثامنه، صور الاطفال في الحضانه وهم مستمتعين بالالعاب والتعليم والدراسه، وابعت الصور لاولياء الامور، يعني مثلا انا ابني في حضانه فلانيه هبقى مبسوط جدا لما الاقي كل اسبوع كل اسبوعين الحضانه بعتالي صورته هو قاعد في ديسك صغير جميل كده، هو بيلعب مثلا مع الاطفال وهو بيكتب على سبوره او هو بيكتب حاجه وهو بيتعلم حاجه جديده، بحس ان انا بشاركه في اوقات الاستمتاع اللي هو بياخدها حاليا، بحس قد ايه الوقت اللي بيقضيه في هذا المكان هو وقت ممتع وجميل، وقت فعلا مثمر بالنسبه له. النقطه التاسعه، اعمل كتب وملازم خاصه بيك الحضانه، يعني بلاش تجيب كتب من بره، لا هات الكتب المختلفه وابدا ان انت مع الفريق بتاعك نظم وصف الكتب دي وخد من بعضها وعد على بعضها واطلع بالملزمه الخاصه بيك اللي هي الهويه بتاعتك. انا كده حتى كاب هبقى مبسوط وعارف ان ابني بياخد محتوى خاص متميز للحضانه بتاعته وتعبت عليه، زي ما انا لما رحت لك اول مره في الحضانه لقيت الدنيا مترتبه ومتنظمه وفي حته كده في الواجهه مباشره متعلقه بالكيدز اريا وشويه العاب، وانا اتخيل هو ابني بيلعب بهذا الالعاب الجو الحلو ده مبسوط، يعني جو التعليم ده كان بيكمله جو اخر وجو الدراسه من خلال معلمات متميزات ومن خلال منهج، هذا المنهج حصري خاص بالحضانه بتاعتنا. فما تستخسرش في هذا النقطه، اعمل ملازم واصرف عليها وخليها غلاف ملون جميل مرتبه منظمه، وخد اراء ناس كتير فيها وطورها باستمرار
خلاص احنا كده بنوصل الاب ان احنا مكان متميز، مكان ليه بصمه وليه هويه مميزه وليه منهج معين ماشي عليه، بيضمن من هذا المنهج تطور مستوى الطفل معاه، مش مجرد هو بيجيب كتب من بره وخلاص. النقطه العاشره، مواقع التواصل الاجتماعي. اعمل صفحه على الفيس بالنسبه للحضانه ويحط لهم يا اما شخص من عندك بيجيد السوشيال ميديا، او يا اما شركه بتمسك لك هذه الحسابات وفي خطه نشر واضحه منظمه، تفاهم وتواصل اول باول عشان تتاكد ان منصات السوشيال ميديا هذه بتخدم بشكل مباشر على الهدف اللي انت اسست الحضانه عشانه. نقطة رقم 11، اشتغل تسويق المحتوى. انت اسست خلاص منصات التواصل الاجتماعي، فاستثمر في اللي عندك. هذا الطبيب النفسي يبدا يتكلم، يعمل سلسله فيديوهات قصيره يتكلم فيها عن بعض المشكلات النفسيه وازاي بيتم معالجه هذه المشكلات. هذا طبيب الاطفال وهو بيتكلم ازاي العنايه الطبيه بالطفل وازاي الامور ممكن تتعامل مع الاعراض الشائعه، تبدا ان انت تحيله على الطبيب المختص وتعالج في البيت بشويه حاجات بسيطه. هات اخصائيه اجتماعيه بتتكلم عن بعض السلوكيات، عن بعض عمليه تعديلها. هات المعلمات وهم بيتكلموا على ازاي بيعلموا الاطفال وطرق حديثه في التعليم والتربيه، وفي كل ده دخل فكره تجربتك الناجحه مع اطفال ما. نقطه رقم 12، اعمل يوم ترفيهي ثابت. يوم ترفيهي ثابت سواء بشكل اسبوعي او بشكل شهري، مثلا النهارده مثلا خاص بالقراءه، الاسبوع اللي جاي او الشهر الجاي خاص بالصلاه، اللي بعده خاص بالقران، اللي بعده مثلا دخلنا في موسم حج وخلافه هنعلم الاطفال مناسك العامه للحج بشكل عام، يعني ايه حاجة اصلا. دخلنا مثلا في رمضان هعلمهم الصيام. نبدأ كل موسم من دول، او معنى اصح كل يوم من دول يوم مميز. اليوم ده هيكون لي انشطة خاصة بالهدف اللي عامله علشانه. فمثلا احنا بنعلم الاطفال الحج مثلا، فيش مانع خالص ان احنا نعمل مجسم بسيط للكعبة كأنها الكعبة. اطلب من اولياء الامور يعني في اليوم ده يلبسوا الابيض بيضة صغيرة مثلا، والبنات تلبس الزلات مثلا، ونبدأ ان احنا نوريهم المناسك الحج بشكل بسيط كده. في يوم تاني القراءة ده انا هجيب كتب صغيرة خالص وابدأ اعلمهم اهمية القراءة وشوية حاجات في رسومات حلوة، واود الاب او الام مع الشنطة بتاع الطفل وشوية الكتب الصغيرة. فكل مرة انا بعمل انشطة، نشاط مرة عن الفواكه، عن الخضروات، عن الحفاظ على البيئة، مرة عن كذا عن كذا. ده يوم ثابت، هم عارفين ان كل يوم ثلاث ده اليوم التثقيفي اليوم المميز. ده كده اعزائي المشاهدين تقريبا اغلب النصايح او اغلب الخطط التسويق اللي انت ممكن تعملها لحضانة اطفال. اتمنى ان يكون فيديو النهاردة يعني نال اعجابكم، وما تنسوش دعمنا بالاشتراك والضغط على زر اللايك، دي حاجة مهمة جدا. طبعا في فيديوهات كتير جدا غير كده بتتكلم على شروط التراخيص وعلى تفاصيل تانية هتلاقي موجودة كتير على الانترنت، حتى في فيديو على القناة عندنا. لكن احنا النهاردة اتكلمنا على التسويق الخاص بالحضانة، ودي حاجة مهمة جدا في اي مشروع. في نهاية الفيديو اعزائي المشاهدين اتمنى لكم ان شاء الله دوام التوفيق في حياتكم العملية. اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.